علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية الدكتور علي فطوم. أهلا بك دكتور علي. ما الفرق بين هذا اللقاح الذي اليوم أعلنت شركة موديرنا عنه واللقاح الذي قبل أسابيع أعلنت شركتا فايزر وبايونتك عن التوصل إليه؟ هو اللقاح في الحالتين شبيه جدا، ولذلك كنا يعني تأملنا خيرا في موديرنا نتيجة للنتائج الجيدة التي ظهرت في مع فايزر ومع بيونتك. التقنية تقنية المسنجر ار ان اي، وهي أخذ الحمض النووي من الفيروس وإعطائه للإنسان بحيث تقوم الخلايا المستقبل أو الفرد تقوم بإنتاج النتوء البروتيني على الفيروس، وبالتالي يؤدي إلى تحفيز المناعة ضده. إذن من ناحية التقنية هي تقنية مشابهة ومتطابقة تقريبا بين الاثنين بين الجهتين. لو تحدثنا عن طريقة التوزيع، عندما كنا نستضيف خبراء بهذا الشأن كانوا يقولوا بأنه معضلة توزيع لقاح بايونتك وفايزر هو أنه يجب أن يحفظ تحت درجة 80 مئوية، يجب أن يكون يعني مثلج، وبالتالي من الصعب ربما إيصاله إلى البلدان الفقيرة. هذا اللقاح الأخير لقاح موديرنا، هل يعني يتخطى هذه المشكلة؟ وليس يتخطى بصورة كبيرة جدا، لأن حتى في حالة لقاح موديرنا نحتاج إلى تجميد في درجة ناقص 20 درجة مئوية، وهي درجة التجميد في الفريزر العادي البيتي. إذن هو أفضل يعني بطريقة ما، لأن التجميد في ناقص 70 درجة مئوية يحتاج إلى جهاز أو إلى ثلاجة من نوع مختلف. الآن الشيء الأساسي والجيد الذي أعلنت عنه شركة موديرنا هو أنه بعد إذابة اللقاح المثلج يبقى اللقاح جيدا وصالحا للاستعمال لمدة 30 يوم في التبريد العادي. إذن لدينا هنالك نافذة من الإمكانية أن نذيب هذا اللقاح ونضعه في ممكن أن نضعه في عند الطبيب أو في العيادة أو إلى آخره في تبريد عادي، وهذا موجود تقريبا في كل مكان. يعني هناك براغماتية أكثر بتوزيع هذا اللقاح من لقاح شركتي فايزر وبايونتك. نعم، هنالك يعني في ما أعلن عنه حتى الآن، وهي من ناحية الاستابيليتي أو من ناحية استقرار اللقاح، هذا يعطينا منفذ أو طريق مكان لنتنفس أكثر، ولكي تكون عملية التوزيع وعملية الاستعمال أن لا نخاف أن نخسر اللقاح خلال 5 أيام كما هو في حال فايزر، حتى يحصل لدينا شهر كامل. إذن هذا شيء جيد ويساعد جدا خصوصا في الدول النامية. طيب هل هذه الإيجابية أو الخصوصية المختلفة تجعل لقاح موديرنا أكثر تكلفة من لقاح بايونتك وفايزر؟ لا يوجد هنالك زيادة بالتكلفة، ولكن حتى بالعكس يعني موديرنا ممكن يكون أسهل لأنه عملية التوزيع ووجود الثلاجات العادية في الأماكن المختلفة وحتى في التركات اللي ممكن توزع، هذا شيء يساعد جدا على أنه التوزيع يكون أسهل من وجود ثلاجة عميقة بدرجة حرارة ناقص 70 درجة مئوية. هلا هذا عملية التخزين والتوزيع هذه قضية طبعا تزيد على التكلفة، ولكن من ناحية الإنتاج نفسه هي طريقة تقريبا نفس الشيء، لا يوجد فيها زيادة أو نقصان، يعني لأنه الإنتاج اللقاح سيكون تقريبا بنفس التكلفة. طيب مع الحديث الآن عن هذين اللقاحين وبأنه سيتم المباشرة بتوزيعهما في بداية العام المقبل في يناير، هل يمكن القول لو تحدثنا عن سقف زمني ولو تقريبي على أنه ببداية صيف 2021 يمكن أن تستأنف الحياة بشكل طبيعي؟
طبعا كذب المنجمون ولو صدقوا شاب، ولكن نحن نتوقع انه خلال مع نهايه شهر ديسمبر قد يكون هناك يبدا التوزيع في دول معينه، لانه الاف دي اي ستحصل على النتائج النهائيه ونتائج الكامله، وسيكون هنالك لجنه التي ستجتمع في منتصف ديسمبر وتقرر اذا كان هذا يكفي لكي تقوم الشركات ب توزيع اللقاح على الدول المختلفة. إذا في نهاية ديسمبر يبدأ التوزيع. المشكلة المعضلة من المعضلات التي نراها قادمة هي قضية الإنتاج. هل نستطيع إنتاج كمية كافية من هذه اللقاحات لكي نوزعها على جميع أو على أكثرية الدول؟ هذا شيء طبعا سؤال لم يجاب عليه، وهنالك طبعا شك معين أنه ممكن أن يكون الإنتاج قادر أن يغطي الحاجة بهذه الحالة. الآن إذا كنا نستطيع أن نقول أن دول معينة يمكن أن تكون على شفا أن يكون لديها حالة طبيعية بين قوسين في مرحلة الصيف القادم، هنالك إمكانية، أي نعم، ولكن ليس طبعا لكل الدول وليس لكل المناطق الموجودة في العالم. إذا هنالك مشاكل تقنية ومشاكل لوجستية. القضية الأخرى هي طبعا في قضية مهمة جدا، وهي نحن لا نعرف حتى الآن هو المدى البعيد للمناعة والذاكرة المناعية. هل هذه المناعة ستستمر لمدة سنة؟ هل لمدة فصل معين؟ ونحن نعرف من تجربتنا أن الكورونا موجود خلال السنة كلياتها، وبالتالي يجب أن نعرف متى مثلا هل يمكن أن نحفز الذاكرة مرة أخرى بعد السنة أم لا؟ هنالك أسئلة علمية أساسية تتعلق باللقاحات يجب أن يجاب عليها. ولكن هذا لا ينتقص من الإنجاز الهام الذي رأيناه اليوم، ومن الإمكانية أنه هنالك ضوء في آخر النفق. نعم، شكرا جزيلا لك، الباحث في علوم الأمصار البكتيرية والفيروسية الدكتور علي فطوم، كنت معنا مباشرة من ميتشيغان. شكرا لك.